السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ مرحبا بكم عند شي واز الدار. اليوم غادي ندير معكم واحد الحلوه ديال الكوكو السميده. نديرو معكم المعلقه بالطريقه ديال شي واز الدار، وقبلوا عليا. غادي دابا نبداو ندخلو في المقادير. كنحتاجو هنا نص كيلو ديال الكوك، يكون الكوك يكون مدم شويه. عندي هنا ثلاثه البيضات، عندي تقريبا نص كيلو ديال الكوك. هنايا نص كيلو ديال الكوك معبور عند مول الحانوت، نص كيلو. عندي هنا ربعه ديال السميده الحلوه، ربعه السميده. عندي السكر كلاصي الحلاوه على حسب الذوق نتوما، غادي ندير منها كاس. عندي كاس ديال الزيت، غندير غير ربع كاس هنايا على حسب الكوك واش تيشرب ولا السميده. عندي خماره ونص، غندير خماره ونص. وعندي فانيا، وعندي واحد المعلقه الكوفيت المربى او الكوفيتير، وعندي شويه ديال الليمون، قشره الليمون. هادشي اللي كاين، قشره الليمون حكيتها درتها في القصريه، وقبيسه الملح. هادشي اللي كاين في هاد الحلوه. غادي ندخلو دابا نهرسو البيض، نبداو نكحزو المقادير. نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان وتقبلوا عليا. غادي نحيدو هاد الكوك، نقادو التليفون. غادي نهرسو البيض، نهرسو ثلاثه البيضات. البيض راه مغسول. عندي هنايا سميتها ليمونه محكوكه او حامضه، وقبيسه ديال الملح. هادشي اللي كاين. غنضيفو شويه ديال السكر كلاصي، تقريبا كاس صغير ديال العلبه، ماشي سكر كلاصي، هادو بالله مش طراجم، سنيده. غادي نضيفو كاس ديال سنيده. الحلاوه على حسب الذوق نتوما، الحلاوه على حسب الذوق، حيت باقي غادي نفندوها في السكر كلاصي. غادي نخلطو مزيان البيض هو السكر وهاد القشره ديال الليمون، درنا قبيصه ديال الملحه. البيض يكون شويه كبير باش تحكمي فيه. كنخلطو هاد الخليط بحال هكا مزيان. هاد القشره ديال الليمون كتجي زوينه، الا ما عندكمش راه كتشريو هذاك اللي كيكون في الحانوت بلاصه الحلويات، النكهه ديال الليمون والنكهه ديال. انا درت طبيعي، حكيت فقط ليمونه في الحكاكه. كنخلطو هاد البيض مزيان. غادي نكملو الكميه ديال سنيده، داك الكاس ديال سنيده كبير. خصنا ما نديروها شويه حلوه باش ما تجيناش نتحكمو، حيت باقي غادي نديروها سكر كلاصي. هي كتبغي الخدمه شويه باش تجي معلقه كامل داخل. ها نتوما شفتو داك الليمون كيجي ريحتو، ريحتو فنه، مفهومه الطريقه. دابا درنا غير البيض والسكر اللي درنا هنايا، احنا كنخدمو بيدينا. قبيسه الملحه. غادي نديرو الزيت. دابا عندنا كاس ديال الزيت، ما غاديش ندخلوه كله، غادي ندخلو غير نص منه. ها نتوما زيد واحد شويه، غادي يبقى لينا ها نتوما كاس لاروب، كاس لاروب اللي درنا ندير الزيت. نتمنى انكم تتبعوا المراحل وتقبلوا على اختكم شي وقت تقبلوا عليا. كندخلوا هاد الزيت مزيان. غادي نضيفوا الساشيه ديال الفاني. هادشي غير منسمات لا الفاني ولا الليمون، لان الكوك راه بوحدو راه كيعطي بنه. هادو غير منسمات الا بغيتو تزيدوهم، ماشي مشكل الا ما كانش عندكم، لان الكوك راه تيعطي المذاق ديالو. ما بغيناش نغطيو على المذاق ديال الكوك، حنا غرضنا في المذاق ديال الكوك يكون هادي حلوه. هانتوما راه كيخصني نخدم هاد البيض مزيان، ساهله ما فيهاش شي حاجه كثيره. كنخدمها بيديا،
وانتم اللي عندكم الماكينه، راه الماكينه دابا سهلات كلشي دروكا، كتضيفي كلشي المقادير في الماكينه الا الكوكو والسميده ما ضيفيهمش، كيخدموا بيدي بحال هكا. نذوقوا الحلاوه واش هي هذيك، قلت لكم الحلاوه على حسب الذوق، نزيدوا شويه السكر، كاين اللي كيبغيها حلوه كاين اللي ما كيبغيهاش حلوه بزاف، مع اتاي كتجي مواتيه، المهم كنذوقوا كنعجنوا كنذوقوا واش حلاوه هي هذيك. فهذه المرحله الاولى ملي كنديروا الكوك صافي ما باقيش نزيدوا، صافي كنعجن لكم مزيان هذا البيض مزيان، كنجيبوا الكوك وكنبقاو كنزيدوا شويه بشويه، ما فيهاش شي خدمه كثيره، كنبقاو كنزيدوا الكوك. هنا قلت لكم نص كيلو بالنسبه لثلاثه البيضات، كنديروا نص كيلو، وحنا عينينا ميزاننا، واخا كنقولوا الحاجه ولكن عينينا ميزاننا، كندخلوا على حسب الشوفه ديالنا واش تخلينا هاد الكميه ولا لا. المهم غادي وكنخدموا، ثم حيت كاين الكوك اللي كيشرب، كاين الكوك اللي كيكون ناشف وكيشرب دغيا، وكاين الكوك اللي كيكون ما كيشربش. ثم غنديرو غير كمية قليلة، هداك الليمون باقي كيبان، هانتوما القشرة ديال الليمون، كنبقاو غاديين هكا، هانتوما راه باقية جارية، هانتوما باقية جارية. دابا ما غاديش نضيف فيها انا معلقه المربى لانني درت فيها الليمون محكوك، ولا بغيتو تزيدو المذاق راه كديروها. صافي غادي نجلكها مزيان، وغادي نبقى نزيد السميده، مدخلناش داك الكوك شويه، بقى لينا غير واحد نص كاس الكوك، بغينا نعلكوها مزيان بحال هكا، يا نتوما باش ما دلكتوها راه كتجي زوين، باش ما دلكتوها وعلكتوها مزيان راه كتجي زوينه وكتفك عليكم في الفرن، هي بحالها بحال الغريبه البهله، كيعرفو شكون شنو هي البهله، تتفكع في الفران. صافي دابا غادي نجيب الخمارات، غادي نضيف السميده بشويه بشويه، هذه كميه السميده راه بعد السميده ما غاديش ندخلها كلها، ما غاديش ندخلها كلها، غادي نمشي بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه، العجينه لا بد خصها تبقى مطلوقه. باش ما تجينيش قاصحه، هذه الحلوه راه كاتبي العضلات كتبغي تكوني، ولكن الا جات زوينه راه تبارك الله تولي تصاوبيها كل عام. هاهي العجينة
باقيين. غنزيد شويه ديال السميده، السميده على حساب يديك عينك ميزانك، كتبقاي تزيدي السميده، ما تخليش العجينه تقصح لك بزاف وما تخليهاش جاريه بزاف. كنبقى كنزيد في بشويه بشويه، ما بغيتش ندخل هاد ربعه السميده كلها، حتى الكوك نص كيلو ما دخلتوش بزاف، ما دخلتوش كله، خليت واحد نص كاس ديال الكوك، نص كاس اللي بقى ليا نص كيلو. هاد كتخدميها على حساب ايديك، على حساب ايديك وانت كتشوفي، واخا يكونوا المقادير خصك تتحكمي في ايديك وتشوفي، ما تجيش لي قاصحه باش ما تجيكش باش في الفران تفك عليك. غنزيد شويه، المهم غادي نطفي التليفون باش ما يجينيش طويل. صافي دابا السميده ما غاديش نزيدها، هادشي اللي درت قدامكم هي اللي سميتو، غادي نبقى نخلطها شويه مزيان وغادي نرجع معكم باش نكورها ونديرها السكر كلاصي. صافي فقط غادي نبقى ندلكها هانتوما بحال هكا، غادي نبقى ندلكها مزيان غير بيديا بحال هكا، ماشي ندلكها بالكف، ما ندلكهاش بالكف وصافي، باش نرجع معكم ونكورها ونديرها سكر كلاصي ونستوها في الطاوله. هانتوما كتشوفوا رجعنا معكم بعد ما دلكنا هاد الحلوه مزيان، دلكناها راه ما تصوروش كيف دلكناها مزيان، خوضناها مزيان حتى على خاطرها، درنا فيها الخماره حمرين، درنا فيها خماره ونص ديال الخميره حمراء، درنا فيها خماره ونص. دابا رجعنا باش نكوروها ونديروها سكر كلاصي. هنايا السكر كلاصي يكون من النوع الممتاز اللي كيتباع بالعبار، يكون مزيان وصافي. عندنا هنا زلافه ديال الماء، كيف كتشوفوا هنا العجينه غتا تولي كتقشقش ليك، كتحسي بها كتقول قشقش بحال هكا، كتجي زوينه العجينه، ها هي راه معلكه العجينه، ها تتبقى كتقشقش بحال هكا. غادي نجمعوها، غادي نديرو يدينا في الماء، نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان. راه نتوما غادي تكوروها على حساب اللي بغيتو نتوما، بحال هكا كتجمعوها، كديروا ايديكم في الماء باش ما تلصقش لكم، لحقاش هي راه جاريه شويه، ماشي ما كنديروش قاصحه. نتوما غادي ديروا على حساب الكبر اللي بغيتو، حيت باقي غادي تحل ليا. غادي ندوروها سكر كلاصي، نبقاو كنديروا هكا وكنلويو، ندوزوها في سكر كلاصي. صافي حنا بغينا غير باش نوريكم، هادي ساهله هادي. صافي نديرو السكر كلاصي وندوزو السكر كلاصي ونديرو في الطاوه. صافي ولدو نمشيو نشعلو الفران، الفران يكون سخون بحال دابا كنوجدو، خصنا نكونو شاعلين الفران، يكون الفران سخون. كيف كنكوروها كندخلوها الفران، ندخلوها على وجهها، العافيه تكون على وجهها حتى تحسي بها تفقعات لك من الفوق، عاد ديك الساعه ممكن طيبيها تاني من التحت. كندوزوها في سكر كلاصي بحال هكا، غادي نحط هذا الشيء لهنا. صافي غنبقاو نحطو، بقاو تكورو فيها بحال كرات وتتحط. صافي هي كتشكل بوحدها، الا طات هي بوحدها كتشكل، ما تحتاجوش تعدمو معاها ولا، فقط دوزو سكر كلاصي مزيان باش يبقى لاصق فيها، ان اساس هاد الحلوه هو سكر كلاصي، كتخرج هذاك الشكل ديالها. حاولوا ديرهم قد قد، راه فيها النكهه ديال الليمون راه رائعه، ونتمنى انكم
جربوا لي وصيفطوا لي تعليقات قولوا لي كيف صاوبوها وقولوا لي كيف جاتكم. قولوا الاخوات تبارك الله راه كاين ناس حسن مني. المهم انا غير هاويه انا ماشي زعما حلايبيه ولا شحال. المهم كنسلك راسي كنتعلم صافي. غادي نطفي دروكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي انا هنا. نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي ونمشي نديها للفران، الفران ديال الدار. انا عندي غير الفران ديال الغاز. غادي نديرها في نستفها في اللاطا. كتستفوها وحده بعيده من الاخرى لحقاش هي كتحل شويه. كتستفوها وحده بعيده من الاخرى. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا بحال هكا. كنستفوها وحده بعيده من الاخرى. هكا ملي غادي نكملوا الطواق غادي نرجع عندكم باش نوريكم كيفاش جاتنا. وصافي مفهومه الطريقه. غادي نبقى كمان نكور بحال هكا وندير سكر بلاصي. غادي نحاول ندير في ديال الماء باش ما تلصقش ليا العجينه. هذاك الكوك كيبقى تيقشقش لك في اليدين. كتحس بيه بان هو راه كاين الكوك في هاد الحلوه. هي ما كتعطيش كميه كثيره الى ولكن راه لذيذه وزوينه. صافي غادي نمشيو دابا هكا كتكون. دابا غادي نطفيو التليفون وغادي نمشيو باش نكملو هاد الكميه اللي عندنا. ملي نصاوبوها نوريكم كيف جات.